أهلا حبايبي جريد فور، أهلا بيكم في قناة سوبر مذاكرة. معاكم مش شيماء منير، هنكمل مع بعض يونت 1. يونت 1 في الإنجليش بيقول إيه؟ I feel good. وهناخد إيه مع بعض؟ ليسون إيه؟ ليسون 3، ده البارت 2 بتاعه، الجزء التاني بتاعه. وبيتكلم عن إيه ليسون 3؟ First aid، First aid، الإسعافات الأولية. واللي ما شافش الليسونز اللي فاتت يا ريت يشوفها، هسيب الرابط اسفل الفيديو دوت. يا ريت كمان تشتركوا معانا في قناه سوبر المذاكره والفيسبوك بتاعها. يلا مع بعض نشوف ايه ليسون 3 بارت 2. وقبل ما ناخد الليسون بتاعنا نشوف الهوم ورك بتاعنا اللي فات. complete the sentences with and or but، نكمل الجمل ب and او but. number 1 وليد speaks English، شوز اخترنا ايه بقى؟ او احنا كتبنا ايه؟ but، يعني هو بيتكلم انجليش but ولكن he can't speak French، ما يقدرش يتكلم French اللي هو فرنساوي. number 2 I eat food، انا باكل food. وهنا بقى كتبنا ايه؟ complete ايه بايه؟ and where I exercise، واتمرن، عشان هنا ايه بايه؟ تكملة للايه؟ الجملة التانية مش عكس بعض. dad likes fish، بابا بيحب الفيش. وهنا نختار but I don't like fish، بابا بيحب الفيش لكن انا ما بحبش الفيش. هنا عكس بعض في contrast، يبقى احنا اخترنا كتبنا but. والكليفر في grade 4 اللي عمل homework excellent، ممتاز، حلوه صح، بعتهولي وشفته. دكتورة مين؟ فريدة عمر، دكتورة ملك جميل، والدكتورة ياقوت محمود، والدكتورة تسنيم محمد، والدكتورة هاجر عرفة، والدكتورة لينا خالد، والدكتور إياد عبد العاطي، والدكتورة نبيلة إبراهيم، والدكتور يحيى عماد. أتمنى أنتوا كمان تبعتولي الهوم وورك عشان نسمع أسامينا المرة الجاية في الفيديو التاني. والبوي ده كايند فريند، صديق طيب، فكل أصدقائه سموه إيه؟ كايند، البوي كايند. عارفين ليه سموه كايند؟ علشان هو دايما هيلب هيلب، بيساعد أي حد، وفريندز أصدقائه كلهم لما يحصل لهم إيه؟ هيلث بروبلمز، هيلث بروبلمز يعني مشاكل صحية. يلا نشوف البوي كايند ده هيعمل إيه مع فريندز أصدقائه لما يحصل لهم health problems. طيب بقى يا kind، لما your friend حصل له كده اهو a burn، a burn يعني حرق. your friend has a burn، عنده حرق on his or her hands، هتعمل ايه بالظبط؟ يلا read ال health problems دي وكمان search the correct answer اللي هو هيعمله مين؟ هيعملوا الوات كايند. يا ترى الوات كايند هيعملوا كده اهو hold the hand under cold water، يعني يضع الهاند تحت ميه ساقعه for 10 minutes، ولا الوات كايند هيعمل كده اهو put a butter on the burn، هيحط butter يعني الزبده on the burn في الحرق دوت. ايه رايكم الوات كايند هيعمل ايه؟ برافو عليكم، ان هي hold the hand under cold water for 10 minutes، هيحط ايديه ايه تحت ايه الwater الcold لحد كام؟ 10 minutes. والboy kind لما الcousin your cousin يعني بنت عمك او بنت خالك حصل لها كده cough cough يعني بتكح مش قادرة ايه please تتنفس، يبقى your cousin can't breathe يعني مش قادرة تتنفس she is coughing، وهي بتكح. يا ترى انت بقى يا kind هتعمل لها ايه؟ hit her on the arm، هتضربها على ايديها او على الذراع بتاعها arm الذراع، ولا hit her on the back، هتضربها على ايه؟ على ظهرها كده هو بايديك. تفتكروا الواد kind هيعمل ايه؟ برافو عليكم، hit her on the back يعني هيضربها على ايه؟ ظهرها عشان تقدر تتنفس.
ولما your cousin حصل له sprain، sprain يعني التلتوي، his foot يعني your cousin ابن عمك وابن خالك sprain his foot، التوت خلاص ايه his foot، sprain حطيناها ايه دي يعني قلنا ايه في الباست الماضي. يا ترى بقى يا بويا كايند اللي اسمك كايند انت عملت له كده اهو، ask him to jump تطلب منه هو jump يقفز، ولا press a cold bag on ice on his foot يعني بتجيب bag فيها ice و press on تضغط على his foot اللي هي ايه القدم بتاعته بيها. تفتكروا الواد كايند عمل ايه؟ برافو عليكم، اكيد press a cold bag of ice on his foot. والولد كاين شاف هنا someone شخص ما حصل له كده ايه دوت fall over، fall over يعني سقط، ولما سقط حصل له cut، cut يعني جرح في الليج بتاعته. With someone يعني شخص ما falls over يعني بيسقط and cuts وجرحت his leg. فالبوي اللي اسمه kind قال لنا ايه be a kind friend، be a kind friend كونوا اصدقاء طيبين معاه يعني تعملوا زي. هو انت عملت ايه بقى يا بوي يا كاين؟ انت اول حاجة طلب منه كده ايه كده ask him to sit down، ask him طلب منه sit down يقعد، و number two كده هو put on gloves، هو البوي كايند ارتدى ايه gloves، gloves اللي هي الجوانتي ده، و number three عمل له للليج كده هو wash the scrape، ايه scrape ده اللي هو الخدش اللي عنده ده في التعويرة بتاعته، wash the scrape يعني اغسل السكريب بتاعتك with water and ايه soap بالمية والصابونة. وبعد كده عمل كده جاب ايه دوت برافو عليكم اللي هي اللزقة الطبية بالانجلش اسمها ايه a band aid، هو عمل ايه put on وضع a band aid اللي هي ايه اللزقة الطبية دي. واخر حاجة قال له the next day لازم انت wash a scrape، لازم تغسل السكريب تاني with ايه تاني، هو غسله بالصوب and water again يعني اغسلها مرة اخرى، redo يعني اعد فعل الباند ايد يعني حط اللزقة تاني بعد ما تغسل الليج بتاعتك مرة اخرى again. الولد كاين شاف البوي ده، يا ترى البوي ده حصل له ايه شايفينه؟ اه في بلد كده دم نزل ايه من النوز بتاعته، ده اسمه ايه بقى بالانجليش نوز بليد، نوز بليد يعني نزيف الانف بتاعنا. يا ترى البوي بقى اللي هو الواد كايند هيعمل معاه ايه؟ ولما someone has a nose bleed be a kind friend، صديقنا اللي اسمه كايند قال لنا be a kind friend كن صديق طيب معاه واعمله زيي. انت عملت ايه يا ابويا يا كايند؟ عمل كده هو اول حاجة طلب منه ايه ask him to sit down اللي هو sit down بالشكل ده، number two pinch the nose، pinch the nose طلب منه هو يضغط على النوز بتاعته، و number three قال له hold his nose طلب منه هو يمسك النوز بتاعته بايه with a tissue، with a tissue بالمنديل. وبعد كده عمل ايه بالماوس يعني قال له ايه ask him to breathe يعني هو يتنفس through his mouth عن طريق ايه الفم بتاعه، ما هي الانف بتاعته تعبانه لازم يفتح بقه عشان يتنفس، ما يقدرش يستنى كده وما ايه ما يحصلوش بريز، ما يحصلوش تنفس يعني. ونمبر 3 قال له تاني اعمل كده continue استمر في البنشنج ذا نوز فور 5 لخمس دقايق او ل 10 minutes، من 5 ل 10 minutes علشان ايه اللي هو البليد ده النوز بليد يقف شويه. يبقى اخر حاجه continue pinching the nose for 5 لحد 10 minutes. وكلنا عايزين نبقى زي البوي ده، البوي اللي اسمه كايند
اللي هو بيعمل ايه؟ help friends، بيساعد اصدقائه او اي حد في ايه بالظبط؟ health problems، لما يكون في مشاكل صحية health problems. يلا مع بعض نشوف اللي تشوز ده and answer ونحله. wash the scrape with soap، نغسل اللي هو الخدش ده with soap and ايه يا ترى؟ بالووتر ولا تي ولا ميلك؟ معاه ايه بقى؟ برافو عليك، واكيد water. number two، your friend cuts his leg، عنده جرح، يعني هو cut يعني جرح الليج بتاعته. you should، يجب عليك ايه؟ ask him to ايه؟ اسأله هو jump يقفز ولا run ولا sit down؟ برافو عليكم، sit down. number three، my sister walked يعني تمشي ولا sprain بتلتوي ولا هات لديها her foot يعني القدم بتاعتها. so I pressed، انا اضغط على a bag of ice يعني اجيب a bag of ice يعني مليانة بالايس واضغط على ايه؟ on her foot، يبقى اكيد حصل لها ايه في الفوت بتاعتها؟ برافو عليكم، sprain. sprain يعني ايه؟ التوت. number four، put on a يعني ضع a water ولا band aid اللي هي لزقة طبية ولا جوس احطه when you have a scrape، لما يكون عندك خدش كده تعويرة يعني احط water ولا band aid عليها ولا جوس؟ اكيد برافو، band aid اللي هي لزقة طبية دي. ووصلنا للهومورك بتاعنا، بيقول ايه؟ unscramble and write، يعني قاعد ترتيب الليترز دي واكتبها. طبعا انتوا عارفينها شطار، اول حاجة اسمها ايه؟ سامعاكوا، برافو burn، وهنا two اللي هي coughing، ونمبر three ايوه كده برافو gloves، واخر حاجة نمبر four هي sprain. اكتبوا الهومورك دوت فين؟ في الواتساب بتاعنا، هسيب رابط اسفل الفيديو ده او في الكومنتات بتاعتنا، علشان المرة الجاية نقول اسامي الشطار اللي عملوا ايه الهومورك دوت. طب انا كنت استفدتوا معايا النهاردة، كنت معاكم مش شيماء، جود باي.